في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. يقول: ما يقال بأن الثقة تكون بالنفس وأن الإنسان لا بد أن يكون واثقا بنفسه، هل يكون داخلا في هذه المسألة؟ إيه نعم، ثقة مطلقة، ثقة مطلقة يدخل في هذه المسألة. أما أن يكون يعني ما عنده شكوك وأوهام، بل إنه يعني يسير على الثقة بالله وعلى حسن الظن بالله، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الثقة ما هي بالنفس، الثقة بالله سبحانه. نعم.